سعيد لك ولوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة يا رب، كنتمناوها للجميع. ولا حلقتنا في هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة، وفيها اليوم موضوعنا غادي يكون عن التلقيح الخاص بالأطفال، رفقة الدكتور مولاي سعيد عفيف اللي هو أخصائي في طب الأطفال. وإن شاء الله كيف ما عودنا كل الأوفياء في الجزء الثاني خلال الحلقة، مرحبا بكل أسئلتكم اللي عندها علاقة بالموضوع، ما فيها بس نذكركم بأرقام التواصل معنا من الآن، هي 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 43 00 00 وإلى عن طريق الرقم 5080 اللي هو رقم خاص برسائل SMS. كيكفي في أول رسالة ديالكم كتقوموا بكتابة كلمة صحة SHA، تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم وإن شاء الله نجابوا عليه خلال الحلقة. ثم SMS هو 6 درهم مع حساب الرسوم. غادي نبقاو مع أولى علامات غاديو دائما الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. كيف مشرنا موضوعنا فيها اليوم عن التلقيح الخاص بالأطفال، وضيفنا هو الدكتور مولاي سعيد عفيف أخصائي في طب الأطفال. صباح الخير وأهلا بك معنا دكتور مولاي سعيد. شكرا مرة ثانية على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. اليوم موضوعنا عن التلقيح الخاص بالأطفال، فطبيعة الحال هو موضوع اللي كيهم كل أب وكل أم بطبيعة الحال، لأنه الأمر كيتعلق بالصحة ديال وليداتنا. فعادة دكتور مولاي سعيد، يعني في البرنامج اللي بغينا نتكلموا على البرنامج اللي هو خاص بالتلقيح عند الأطفال، شحال من جلبة كيحتاجها الوليد؟ اللي خصنا نعرفه هو انه كما شرطي ليه في التقديم ديال البرنامج، انه التلقيح ماشي غير تندكو برا، هو تشخيص باش نتبعو الوليد وتنعرفو بانه الاهميه ديال التتبع في السنوات الاولى، تنعرفو النمو ديالو، تنعرفو واش عنده شي مشكل، تنذكرو مع الام على التغذيه ديالو. اذا هذه مناسبه باش يكون عندنا واحد التتبع مضبوط ديال الطفل، ومناسبة باش نطمئنوا على النمو ديالو، وباش الأم تهي تطمئن لحقاش ديما تكون عندها سؤالات. لهذا تنعرفوا بأنه الأكثرية ديال اللقاحات كاينة في العامين الأولى، من بعد ما تيبقاش لحقاش فاش نفوتوا عامين تتولي الرابل ديال 5 سنين، الرابل ديال 10 سنين، الرابل ديال 15 العام. وهنا تنشير باسكو بعض الأطفال تيجي وتيسولوا الأمهات ديالهم، الطبيب الأطفال راه تيشوف الأطفال حتى ل 18 سنة. وحنا مسرورين كثيرا من الأصدقاء أننا تنستقبلوا حتى وليدات إما البنات اللي كانوا شناهم، ولا تبارك الله الرجال اللي كبروا ولدوا، وهذا تيزيدنا فرحة لحقاش كما تنقولوا طبيب العائلة، لو ميدسان دو فامي. إذن احنا درنا واحد البرنامج مع وزارة الصحة باش يكون عندنا واحد البرنامج موحد ديال التلقيح ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وخصنا نعرفوا بانه كاين تكامل ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وانه التلقيح تيكون بالاكثريه في القطاع العام وبالاقليه في القطاع الخاص. ولهذا حنا تنشوفوا الحمد لله مع التامين الاجباري اللي جابته دابا الدوله واللي في حدود 34%، تنعرفوا بانه النسبه ديال الولاده في المغرب هي 600,000 نسمة في العام. إذن تنقولوا بأنه خاص تكون تلقيح في الدولة 400,000 نسمة، نعم، عند القطاع الخاص 200,000 نسمة. هذا الشيء مازال ما كاينش لحقاش القطاع الخاص يلاه تيلقح 30,000 نسمة. إذن تنقولوا بأنه هذا تيشكل بحال واحد صندوق المقصة بالنسبة للدولة أنها تشتري الناس اللي يقدروا يخلصوا. ولهذا احنا بصدد مع وزارة الصحة ومع وكالة التأمين أنه تعرفوها بأنه تلقيح ماشي اللوكس، تلقيح مهم. إذا نخص هادوك اللقاحات يكون واحد المشاورة مع الوزارة ومع وكالة التأمين ومع المنتجين باش يكون رومبورسي 100%، باش ينزل العبء على الوالدين وباش يكون لقاح
ما تنخليوش فيه حتى شي لقاح لحقاش ما عندناش الفلوس. وهنا تنشيد بالدور اللي دايره الدوله لحقاش عندنا طود كوفرتور اللي فايت 90%، ونعرفوا بانه بفضل هذا البرنامج ديال التلقيح اللي قلت متحمله الدوله تقريبا 95% ناجح لحقاش مثلا تمكنا اننا ما يبقى عندنا حتى شي حاله ديال الشلل. حنا تنعرفوا المشاكل اللي تيدير اننا يكون عندنا دري اونديكابي في الخدمه ديالو في المسائل ديالو، تنعرفوا بانه تيسوى لينا الى كان اونديكابي تيسوى الفلوس للدوله من 1987. اذا الى رجعنا الموضوع هذا كان تقديم، الى رجعنا كاين البي سي جي اللي تنديروه في الولاده. بالنسبه خصنا نعرفوا بانه مازال ما وصلناش، ودابا راه كاين واحد البرنامج في البريفي كاينه، ولكن في البوبليك كاين واحد البرنامج باش نعرفوا لو ستاتيو ديال الام بالنسبه للفيروس ديال بوصفير من نوع بي ليباتيت بي، باش الا كان عندها ليباتيت بي خصنا نديروا التلقيح ديال ليباتيت بي في 48 ساعه اكثر تقدير في 72 ساعه الطفل ديالها باش ما يتصابش بهذا المشكل. حنا لهذا مثلا في البريفي مع تنعرفوا لو ستاتيو تنأجلوا هاد التلقيح كما نقدروا لشهرين وتنجمعوه مع لقاحات اخرين. اذا كاين البي سي جي كاين تلقيح اخر في شهرين اللي فيه الديفتيري والعوايه لا كوكلوش ولا بوليو الشلال والمنينجيتيس الناس منينجيت ليموفيلوس بي وتيتانوس الكزاز. ونعرفوا بانه ما بقيناش نشوفوا الحالات ديال التيتانوس نيوناتال لحقاش لقحنا الامهات. وكاين معاه دونك ليباتيت بي ومعاه ضد البنوموكوك اللي دخلها حتى الدوله وديال الروتافيروس. من بعد في 3 شهور تنديروا نفس العمليه. في 4 شهور تيحيد باسكو اما اختارنا ديال الروتافيروس اللي فيه جوج لقاحات، الا اختارنا ديال ثلاثه تنديروه في 4 شهور، الا اختارنا ديال جوج تنكونوا استوفينا. نعرفوا بانه ديال الروتافيروس تيتخاد من بالفم عن طريق الفم ماشي تندكوه. نعم هما قطرات عير خص الواحد يعطيه بشويه باش ما يتقياش باش ما نضيعوش هذاك الفاكسان. وتنديروا عير خمسه دونك الديفتيري والكوكلوش والبوليو والهيموفيلوس والتيتانوس. من بعد تيجي الرابيل ديال ليباتيت بي اللي تيجي 6 شهور من بعد. من بعد تيجي ديال بوحمرون في 9 شهور. ومن بعد تنديروا في عام ديك الساعه تنختاروا كاين اللقاح اللي ما كاينش في البوبليك اللي هو ديال بوشويكه. انا تنعرفوا حنا خصنا نعرفوا بانه عند الطبيب الخاص كاينه واحد السياسه ديال الشخص انديفيديوال. انا مفروض عليا كطبيب ديال الاطفال ديالك انني نقول لك ها اللقاحات اللي كاينين وانت تتختاري. تنقول لك هادو ولا بدا، تنقول لك لافاريسيل راه سيتون مالادي بينين ولكنها البو اتر غراف البو دوني دي كومبليكاسيون باش تتعرفي انت اش اللي خاصك. وهو الا جينا نحسبو تلقاو بانه فاش يمرض الواحد مثلا بوشويكه تتخسر عليه ما بين الدواء وما بين التدويزه ديالو وداك الشيء اكثر من هذاك الفاكسان، وتتخلي ليه لي تراس ما تيمشيش للمدرسه. اذا الاغلبيه ديال الاحيان الامهات والاباء تيختاروا باش يديروا هذا الفاكسان اللي فيه جوج واحد وشهر من بعد تيكون الرابيل ديال البنوموكوك فوق من عام الفوق. ومن بعد تيكون الرابيل ديال بوحمرون. دونك الا بغينا نبسطوا للناس بوحمرون راه فيه جوج، بوشويكه راه فيه جوج، ومثلا البنوموكوك راه فيه ثلاثه شهرين 3 شهور ولا 3 شهور 4 شهور وفي العام.
ومن بعد تنديروا الرابيل في 18 شهر ديال داك الخماسي اللي فيه الديفتيري ولا كوكلوش ولا بوليو وليموفيلوس والتيتانوس، تيبقى لينا ديك الساعات كتكميل اللي ما كاينش في الدوله ديال ليباتيت ا. خصنا نعرفوا بانه قبل حنا الجيل ديالنا كل شيء ما كان تيوصل 5 سنين 6 سنين حتى يكون مدوز ليباتيت ا. نعم، اللي هو بوصفير، اللي هو بوصفير من نوع ا. نعم، واللي هو بوصفير اللي عاده تنسميوه حنا بوصفير. خصنا نعرفوا بانه مع التطور دابا ولات النقا طواليت الى اخره، الناس يغسلوا يديهم مزيان، لا ولا هذا البوصفير ما تيجيش في الاول، تيجي في واحد السن معطل. الا تيجي في سن معطل تيجي صعيب. بعض الخطرات الله يستر يقدر يعطي نيباتيت فيلمينونت اللي خص في بعض الاحيان خصنا نوصلوا انه نديروا زرع ديال الكبد، وتنعرفوا بانه هذا مازال ما بداش عندنا في المغرب ومن المستحيل. اذا حنا الدور ديالنا كاطباء ديال الاطفال اننا نعلموا بهادشي كلشي، واننا نتذكروا مع الام هادشي كلشي. وكاين بعض الاختلافات في البرامج، ولكن هذا ما بين الطبيب والام، لحقاش بعض الخطرات تتعطل، بعض الخطرات تجي معطله. المهم اننا فاش نوصلوا للسنتين تيكون هادشي مستوفي، بارسكو بعض الخطرات تيوقع لينا انا تنديروا استدراك لو راتراباج، تنديروا استدراك ديال هذا البرنامج ديال التلقيح. من بعد تيجي في 5 سنين رباعي، لحقاش كاينه دابا وراه دابا في هذه الوقيته كاين بزاف العوايه، لهذا تنطالبوا دابا حنا باش حتى إذا كان عندهم مثلا ولد بريماتوري عند الاباء وداك الشيء، انهم هما يديروا داك الفاكسان ديال لاكوكلوش باش يكون عندهم مناعه باش ما يدوزوش لولدهم هاد لاكوكلوش، كيما الفاكسان ديال لاغريب باش ما يدوزوش لولدهم لاغريب، سورتو في الدراري اللي تيتزادوا في هذا الوقت ديال البرد. ومن بعد عندنا 10 سنين نفس الشيء و15 عام. وكاين بالنسبه للبنات، وحنا هنا تنحييو من هذا المنبر الدور اللي تتقوم به الجمعيه ديال الفونداسيون ديال لاله سلمى، منظمه لحمايه السرطان، لحقاش كاين كانت جمعيه دابا ولات فونداسيون. نعم، لحقاش دايرين واحد العمل قوي ديال التبليغ. وهنا كاين واحد اللقاح بالنسبه للفتيات في 11 سنة. في 11 سنة كيبدا 11 سنة، ومن الأحسن نديروه ما بين 11 في 11 سنة. علاش؟ لحقاش إلا درناه قبل دابا التجارب العلمية وصلت أنه ما نديروش 3 ديال اللقاحات، ولكن نديرو غير 2، نديرو 1 ونديرو 6 شهور من بعد. إذا هذا تينزل حتى الكلفة ويسون بروتيجي، بحال شي واحد اللي دار 3 ديال اللقاحات اللي فايت 14 سنة. إذا هاد الشيء راه تنشوفوا بانه الحاجه اللي خصنا نكونوا فرحانين بها في المغرب، انه البرنامج ديال التلقيح اللي عندنا في الدوله تضاهي البرامج ديال دول مثل فرنسا مثل المانيا. وهذا دور كبير قامت به الدوله والحكومه ديال صاحب الجلاله نصره الله. نعم، طيب حنا غادي نرجعوا دائما في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، رفقه الدكتور مولاي سعيد عفيف اخصائي في طب الاطفال. ويمكن هنا السؤال كذلك اللي كيكون كيحير الكثير من الامهات والاباء دكتور مولاي سعيد، ديك الاعراض اللي كتكون من بعد الجلبه، يعني كيكون داك البكاء ديال الوليد المتواصل، بعض المرات كيكون ارتفاع في درجات الحراره عنده ولا نوع شويه ديال الحمى او كذا، فهاد الاعراض كتخلع بعض الامهات. كتشوفوها انتم كاخصائيين انها طبيعيه، ممكن انها تظهر عند وليدات وما تظهرش عند وليدات اخرين حسب التفاعل ديالو ولا كذا مع هذيك الجلبه، وشنو اللي كيخليها تظهر؟ حنا دابا بديت في التقديم ديالي، وكما بديتي انت في التقديم ديالك وتنشكرك بزاف، انه التلقيح راه ماشي ابره. ستانجست ميديكال. اذا حنا تنشوفوا الوليد وتنتبعوه
ونقول لك انه في 99% ديال الحالات تيدوز ما كاين حتى شي مشكل. هناك بعض الخطرات تلقاوها باسكو مثلا الفاكسان اللي فيه العويه لا كوكلوش تيخلي واحد الكويره في البلاصه فين تدير الجلبه. اذا هنا نعرفوا هذا الشيء انه يقدر يكون حمرار. فالطبيب إما تعطي دهن لهذا الشيء، تقدر تكون ارتفاع ديال الحرارة تنعطيه الدواء ديال الحرارة. إذن تيكون واحد التواصل ما بين الأم والأب على الطفل باش يكون طمئنان ديال الأم. إذن عندها واحد لو ريفيرون اللي هو الطبيب. داك الشيء علاش نقولوا بانه هذا التلقيح راه سانجيست ميديكال بالنسبه لينا حنا، باسكو بغينا ننجحوا هذا التلقيح. وتنشكروهم الممرضه تيقوموا بهذا العمل في لي سونتر سونتي، ولكن خصك تعرف بانه في الدول الاخرين سي لو ميديسان سانجيست ميديكال. هذا الشيء ما خصوش يغيب لينا على الذاكره. علاش؟ باش فاش يكونوا بعض هاد الحالات اللي تنقولوا عليها نادرة نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها كأطباء، وخصنا ولا بد ندافعوا على التلقيح لحقاش نعرفوا بأنه تقلص وتقليص الوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات العمود الفقرة ديالو هو التلقيح. نعم. طيب هذه النقطة اللي اليوم يعني الدكتور مولاي سعيد عفيف مصر على أنها توصل لكل أم وأب، لأنها مهمة بطبيعة الحال، وكنا كنعرفوا الدور ديال التلقيح في الصحة ديال كل واحد فينا. أكيد ما يمكنش اليوم يمر يعني وإحنا الموضوع ديالنا على التلقيح دكتور مولاي سعيد عفيف وما نسولكش يمكن سؤال يكون شي ناس كيتسنوا باش نسولوا لك، علاش أغلبية المغاربة داك الآثار ديال التلقيح كيبقى عندنا وكيكبر معنا؟ يعني أغلبيتنا كل طبعا المغربي هذاك عندنا علاش حنا تنختاروا؟ لا حنا تنختاروا هاد البلاصه هادي باسكو انا في الكتيف مثلا يعني في الكتيف. هنا في هاد البلاصه في الكتيف. نعم. بلا ما نسول انا الوالده ديالي، الوالد الله يرحمه وسع عليه في هاد النار، بلا ما نسول الوالده انا عارف بان داير ديك الجلبه عندي الاثار. اذا تنختاروا هاد البلاصه بار كونفونسيون ما بيناتنا، تنعرفوا بانه داك الفاكسان ديال البي سي جي داك لو برودوي تيدير بحال من رياكسيون تما، وهي اللي تجعل انه بعض الخطرات تتقياح وداك الشيء، ولكني ماشي مشكل سي ان بيتي بو استيتيك، ولكني ما كاين مشكل. داك الشيء علاش تنقولوا الناس بلا ما يبقى يقلب يديرها هنا لتحت ولا هذاك، راه البلاصه المزيانه هي هذه، بلا ما يبقى لحقاش من بعد الا دارها هنا وتنفخات ليه تيولي القضيه قبح. نعم. مي هذاك كما تنقولوا الطبع المغربي كيتميز كل المغاربه. طيب حنا راجعين باش نوصلوا دائما حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه على الاذاعه القريبه منكم دائما ميد غاديو. مرحبا بكل اسئلتكم اللي عندها اليوم علاقه بموضوعنا اللي هو عن التلقيح الخاص بالاطفال. 05 22 46 72 50 51 او 52 او 05 22 43 00 00 الى عن طريق الرقم 5080 اللي هو رقم خاص دائما بالتواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس. كيكفي في اول الرساله ديالكم كتقوموا بكتابه كلمه صحه اس ا اش ا، تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم باش ان شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقه. فاصل ونعود نواصل. خذ راحتك مع ميديتيل وخليك معنا، نرجع البرنامج صحه وسلامه من بعد الفاصل. ميديتيل ديما راحتك. خذ راحتك مع ميديتال واستفد من نصائح صحة وسلامة. ميديتال ديما راحتك. التلقيح هو خطوة مهمة جدا لصحة كل واحد فينا، بحيث أنه اللي بغينا اليوم يوصل كل أم وأب أنه مع كل تلقيح هي فرصة لمتابعة صحة الطفل من ناحية الوزن، طول التغذية ديالو، وحالة الجهاز الهضمي ديالو كذلك، واش الوليد عنده قيء، واش عنده غازات. فهذه كلها أمور اللي كنوقفوا عندها في كل مرة مع عملية تلقيح، ولازم أنها ما تغيبش على بال كل أم وأب. أهم التلقيحات فهي لازم يكون الوليد أو البنيته سوفها ولا كملها قبل ما يوصل العامين، ومن بعد كتبقى تلقيحات كذلك كنعتبروها أساسية وما نستهنوش بها، ولازم أنه الوليد والبنيته يعملوها اللي هي كنوع من تذكير في 5 سنين في 7 سنين وكذلك في
15 سنة. فالمهم كيف ما قلنا أنه اليوم من خلال برنامج الصحة والسلامة رسالتنا لكل أم وأب مع كل تلقيح هي فرصة لمتابعة صحة الطفل ديالك سواء كان وليد أو لبنيته. ودائما دعوتنا بدوام الصحة والعافية يا رب لكل الأطفال. احنا مازال متواصلين معكم أكيد في حلقة اليوم من الصحة والسلامة. كانت هذه نصيحة اليوم, خليكم معنا. نتمنى تكونوا لقيتوا راحتكم معنا. موعدنا في الحلقة القادمة مع ميديتال والصحة والسلامة. ميديتال ديما راحتك. وكي داير هاني؟ ياه, مع الفور في هاني ميديتال عندك باش تكون هاني. عندك 30 ساعة ديال الهضرة باش تكلم على خاطرك مع رقمك المفضل ميديتال, 3 السوايع نحو جميع الشبكات, وعاد لي اس والانترنت, وهذا الشيء كله بدون التزام. خذ راحتك مع الفور في هاني, كل شيء غير ب 99 درهم للشهر. ميديتال ديما راحتك. ورجعنا دائما على ميد غاديو, الإذاعة القريبة منكم. مرحبا بكل أسئلتكم 0522 46 72 50 51 أو 52 أو 0522 43 00 00, تسعود وإلى عن طريق الرقم 5080. طيب احنا غادي نجوبوا على سؤال ديال المستمعة الكريمة اللي هي سميرة من مدينة الدار البيضاء, اللي كتقول دكتور عفيف أنه ما عملاتش تلقيح لبنيتها ديالها في العمر ديال 5 سنين, دابا في العمر ديالها 6 سنين ونص, واش مازال الحال للتلقيح اللي هو ديال 5 سنين؟ مازال الحال لحقاش تنديرو ما بين 5 سنين و6 سنين, دونك مازال الحال. ودائما اللي خصها تعرف بانه تيكون راتراباج, لحقاش في 5 سنين كاين مثلا تيتانوس, دونك فاش تكون الوليد داير هاد الرابيل وخا يتجرح بشي حاجه مصطيه وداك الشيء, ما تنديروش داك البرا اللي تنقولوا حنا البرا ديال الكرش. دونك سي امبورطون وخا يفوت الوقت اننا راتراباو. أهمية الدفتر الصحي كذلك, لما تكلمنا على المتابعة ديال الصحة ديال الوليد ولا البنيته مع كل تلقيح, فهي فرصة لما قلنا لازم تعرف الأم الوزن يعني القامة ديال الوليد يعني حتى الصحة ديال حالة الجهاز الهضمي ديالو بشكل عام, فيمكن هاد الأمور كلها راه كدون في واحد دفتر اللي هو صحي. هنا تنقولوا للأمهات أنهم يحرصوا على الدفتر الصحي ويحرصوا أنه يكون معمر مزيان, ويشوف واش طبيب حط لهم الطول والوزن وحتى الدائرة ديال الراس البريمتر كرانياحي مهم عند الدري الصغير وخصوصا في العامين الأولى. إذن هذا الدفتر الصحي راه مهم, وحنا تنشوفوا أن بعض الخطرات الدفتر الصحي تيكون مليوح ولا تيجي عامر بالماء, راه تنعودوه مساردو داك شيء. إذن عنده واحد القيمة, عنده واحد القيمة, وحنا باش تكون المتابعة ديال الحالة الصحية ديال الطفل. وحنا تنقولوا للأم انه الدفتر الصحي ولدك مثلا فاش يشد الباك غادي يبغي يمشي خصو واش دار دوك الجلبات, اذا خصوصا اذا كانت تنقل ولا دارت هنا ودارت هنا, هذاك هو الدفتر الصحي اللي عندنا مكتوب فيه نعم كاع المعلومات. ولو تغير المدينة ولو تغير الطبيب, اذا مهم واخا دير الجلبات في الحومة ولا ديرهم عند الطبيب, خاص تراقب هي واش الدفتر الصحي مكتوب, واش مكتوبين تاريخ مزيان باين باش تعقل عليه, حيت هذا الشيء تيوقع لنا مشاكل انها تجي من بعد تقول لك صوب ليا مثلا سيرتيفيكا ديال الفاكسيناسيون, انت ما عندكش هاد المعلومات. خصهم يعرفوا الامهات باننا احنا ما يمكنش نصوبوا لهم هاد السيرتيفيكا الا ما كانوش عندنا هاد المعلومات, وماشي قضيه ديال خلاص ولا ماشي خلاص, راه ما يمكنش لحقاش ما يمكنلكش تاخذ المسؤوليه انك تكتب شي حاجه دارت وهي ما دارش ومن بعد يدير داك المرض. اذا الدفتر الصحي هنا تنقولوا بانه مهم ومهم جدا وخصو يتحافظ عليه بحال بطاقه التعريف الوطنيه. اذا غادي ناخذ اول مكالمه معنا اليوم, ناديه على الخط من مدينه الدار البيضاء. صباح الخير ناديه. صباح الخير اختي, اهلا عليكم. الحمد لله ناديه, مرحبا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. الله يخليك. بغيت غير نسولك دابا, انا عندي وليد وبنيه, وليد عنده 5 عام مهم دابا وكمل 6 عام, درت ليه الرابيل 5 عام في المخزن ولكن ما كملتش ليه عند بريفي, واش ممكن ديال بالنسبه لافاريسيل وداك الشيء ممكن باقي الحاجه باش نكمل لي فاكسان؟ خصك تعرفي بانه بالنسبه للتلقيح الا ما دارش الطفل المرض راه باقي الحال. لحقاش مثلا لافاريسيل هي اون مالادي ايمونيزونت, الا جاه المرض راه ما يحتاجش للتلقيح. ولكن في حاله وحده اللي تنديروا التلقيح
بالنسبه للافاريسيل وهذه قليل التي يعرفها. الا كان مثلا الام ما بقاش عندها داك لي زونتيكور وما دوزاش لولدها، وكاين بعض الاطفال اللي تيديروا لافاريسيل في 6 شهور ولا في 7 شهور، هادوك تنديروا لهم التلقيح من بعد واحد العامين باش ما يديرش الزونه. ولكن الا دار المرض ما يحتاجش التلقيح كيما لافاريسيل كيما ليباتيت ا، ولا ما داروش راه دائما كاين الوقت. وبالعكس ما حد الولد تيكبر ولا البنت تتكبر وخاصك ديري لها لافاريسيل وخاصك ديري لها ليباتيت ا. واخا شكرا دكتور، الله يخليك. على حسب بنتي عندها دابا 12 عام ولكن ما درتش ليها الفاكسان ديال 10 ans، ودابا سمعت قلتي بان هذيك الفاكسان ديال اونتي كونسير قلتي اونتخ نقدر نديرها لها دابا اونتخ 11 و 14 ماشي مشكل. تقدري ديريها ليها، وانا تنصحك باش ديريها ليها، وخصك تعرفي بانه الثمن ديالها كان تيسوى 1500 درهم ويلاه دابا تيسوى، دونك تهضرنا معاهم ودافعنا يلاه تيسوى 416 درهم، وما غادي ديريش ثلاثه غادي ديري غير جوج، اذا بالنسبه ل 840 درهم وتكون بنتك محافظه. لحقاش انت كأم خصك تمشي لعند الطبيب ديال الولاده كل عام باش ديري الفروتي، و الور كو هي غادي تكون محميه. هذا ما تيمنعهاش باش دير الفروتي لحقاش للديبيساجات، ولكن هي تتكون محميه بواحد الدرجه كبيرة. نعم قلتي زوج دكتور خفيف، واحد الاول و 6 ان اي 6 نعم 6 موا ابري نعم، اذا 6 شهور من بعد. نعم غادي ناخذ ام مالك هذه المره معنا من فاس. صباح الخير ام مالك. ام مالك نمشيو لمدينة مراكش هاد المرة باش ناخذو أولا معانا مازال أم مالك. صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مسرورة هاد النهار باش شد لي الخط نتصل بكم في حقيقة بالإذاعة اللي عزيزة علينا ماد راديو، اللي صراحة واخا ما نعياو ما نهضرو ولكن لغة كتكون عازة عن تعبي صراحة. الله يبارك فيك أم مالك، تحية لكل الناس ديال فاس هاد الصباح. الله يبارك فيك، الله يجازيك بخير. كنشكر الدكتور وكنشكرك على هاد البرنامج. بغيت عندي واحد السؤال للدكتور، واش ما كاينش انا عندي بنيتها عندها عامين ونص، درت لها التلقيحات كلها دابا اللي في الدوله، ولكن واش كاين شي تلقيحات اللي هي مهمه اكثر مازال ما استفدتش منها؟ بغيت الدكتور يقولها لي الله يجزيك بخير الا كان زعما تكون في القطاع الخاص. هذا السؤال الاول. وعندي واحد السؤال الله يجزيه بخير الدكتور الا كان ممكن. انا عندي واحد البنيته مره ملي كتكون كدير السنان كتكون دياري. دابا هذا اسبوع هذا باش هي دياري، وعطيتها واحد تريتمون اونتيغال، وعطيتها واحد تريتمون قالوها لي بعض الامهات في لاكريش اونترو جيرمينا، ودرتها لها. والبارح غير البارح كان خرج منها بحال تناخم شي شويه في اللسان ديالها، وتخلت عليها شي شويه. فهاد الصباح هذا الحمد لله هي كتلعب، ما عندها لا سخانه لا والو. بغيت عاد الدكتور الله يجزيك بخير يطمئني، وزعما كتستدعي الفحص الطبي ولا. واضح ام مالك، واضح ام مالك، ان شاء الله غادي نجاوبك. غناخذوا سناء معنا من مراكش. صباح الخير سناء. سناء صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا بك معنا. الله يبارك فيك لله، صباحكم مبروك. شكرا بزاف على هذا البرنامج اختي عسل. شكرا لك سناء. شكرا. مرحبا. مرحبا. الله يبارك فيك. عافاك انت، انا بنيه سمعتك بلا الدكتور قال بانه الفاكسان ديال الباتيت ا وديال بوشويكه كيتدار قبل من عامين. انا بنيتي عندها دابا 3 سنين وكنت نتبع عليها الفاكسان ديالها هي في الدوله ماشي عند الطبيب، وحسك وما درتهمش ليها، ودابا عندها 3 سنين واش باقي نتدارك انني نعاود نديرهم ليها ولا صافي مشى الحال. نجاوبك ان شاء الله سناء. شكرا لك توصلتي معنا من مراكش. غادي ناخذوا صفاء هاد المره من العاصمه الرباط. صباح الخير صفاء. صباح الخير عليكم. اهلا وسهلا، مرحبا بك. ميرسي بوكو. مرحبا. كنشكر الدكتور وكنشكركم على البرامج اللي كديروا لينا. شكرا لك صفاء. بعدت نهضر مع الدكتور. مرحبا. مرحبا. ميرسي بوكو. الله يخليك، عافاك بغيت نسولو واش كاين شي فرق بين الجلبات ديال العمومي اللي كيدير توك سبونسور وبين الجلبات اللي كيدير البيدياتر. واضح صفاء.
هذا هو السؤال ديالك ان شاء الله. طيب ميرسي بوكو. شكرا لك. فبالفعل هو سؤال دكتور مريم سعيد لان عرفتو غادي بقيت تطرح علينا اليوم يعني داك التخوف. واش يعني كاين فرق ما بين التلقيح اللي كيعملوه يعني لو كنقولوا يعني الامهات في السبيطار ديال الحومه ولا لما كيتوجهوا للتحصص؟ واش كاين شي فرق بيناتهم؟ فالام دائما الحرص ديالها على الصحه ديال الوليد او لبنيته فكتخاف انها تضيع شي جلبه اللي غادي تكون مهمه. انا غادي الى بغيتي نبدا بهذا الجواب يعني نبداو بهم من بعد نجاوبوا على باقي الاسئله. هو في الحقيقة كان هناك واحد الخلط عند الناس لا في وخصوصا في القطاع العام. ما كاين باش نكونوا واضحين هنا ما كاين التفرق ما بين دير الجلبة في القطاع العام وديرها في القطاع الخاص. مع العلم انه كاين جلبات اللي تيداروا في القطاع الخاص اللي ما تيداروش في القطاع العام. اللي هنا بغيت نشير ليه هو انه كما قلنا وهادو الامهات راه تيعرفوها فاش يمشي الطفل للقطاع الخاص راه تيكون فحص مدقق من طرف طبيب الاطفال. اذا احنا هضرنا على الفرق ولكن خصنا نعرفوا باننا حنا كما قلناها تنحيوا المجهودات ديال القطاع العام واللي لولا هاد المجهودات ديال القطاع العام ما كانش تمكننا أننا نوصلوا لهذه النتيجة اللي وصلنا لها. قلنا شلل الأطفال ما بقاش نهائيا يعني بعد من 1987 نقص بزاف. دابا مع هذا الفاكسان ديال الروتا فيروس ما بقيناش نعسوا الدراري بور دياري غراف وداكشي. دونك درنا واحد ليكونومي دو سونتي. دونك هذا الشيء راه مهم. وهنا اللي نبغي نقول واللي يعرفوا الناس بأنه البرنامج ديال التلقيح في القطاع العام تيكون في في إطار البرنامج ديال التلقيح في القطاع العام. وانه راه ما كاينه حتى شي سيركولير تتقول بانه يمكن لك تشري الفاكسان من الصيدليه وتمشي دير القطاع العام. هذا راه باغي ما تيمكنش ما تيدارش باش الناس يعرفوها. هيك حنا اتصلنا بوزير الصحه وقال بانه لي فاكسان تيداروا في اطار القطاع العام ما يمكنناش نديروا هاد الخدمه هذه وحده. ثانيا كما تنقولوا ما كاين فرق ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ثالثا كاينين هناك لقاحات ما تيداروش في القطاع العام يمكن الام والاب يديروهم. بالنسبه وهنا تنجاوب على سناء خصها تعرف اننا حنا عطينا واحد الوقت باش دار هذاك التلقيح بالنسبه للفاريسال وبالنسبه للهباتيت ا. ولكن بوشويكا وبوصفير من نوعها. ولكن الى ما دارتوش ووصل ولدها حتى ثلاث سنين ونص ولا حتى اربع سنين ولا حتى خمس سنين ومع حسن الحظ ما دارش المرض راه خص راه دائما كاين الوقت باش يدار لقاح هادي باش تنكونوا مدايرين فيها. بالنسبه للملاك راه غنكونوا ام ملاك غنكونوا جاوبنا لحقاش قلنا هاد اللقاحات تقدر تكملهم عند الطبيب الخاص ديالها ديال الاطفال القطاع الخاص كما جاوبنا على ام سناء. بالنسبه للبوسيدونتير تنعرفوا بانها تتكون مصحوبه بعض الخطرات تكون الكرش الشريه. اذا كان البنيه ضربه شويه البرد راه مع حكم البنات ما تيعرفوش يتلخموا دونك غادي يخرج داك الشيء وتلقى داك الخيوط وداك الشيء مع الخروج ديالها. ومن الاحسن هيك عطات واحد الاسم انا هنا ما تنعطي حتى شي اسم ديال شي دواء. عطات واحد الاسم ديال واحد السيرو عطاتو ما خصهاش تعطي بحال هذوك السيرويات هكذاك بدون استشاره ديال الطبيب باسكو العواقب ديالهم ما مزيانش. نعم طبيعة الحال. طيب حنا غادي نرجعوا دائما نوصلوا حلقة اليوم من برنامجكم الإذاعة القريبة منكم في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة دائما بحضور الدكتور مولاي سعيد عفيف أخصائي في طب الأطفال. مرحبا بكل أسئلتكم 05 22 46 52 51 أو 52 أو 05 22 43 00 00 إلا عن طريق رقم 5080. غادي ناخذوا أم أمير معنا على الخط من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير أم أمير. صباح الخير يا اهلا وسهلا. مرحبا بك. لكن بس عندي واحد سؤال للدكتور عفيفي. الدكتور عفيف مرحبا. مرحبا سيدي. الله يخليك. عندي وليدات. الوليد الاول عنده دابا 3 سنين والثاني يلاه عنده دابا شي 4 موا. دابا هذا الوليد الاولاني كنت نصب عليه في الجلبه ديالو كامله في ليطه. نعم. الاسبوع اللي فات دابا جاه بوشويكه. ملي ديت عند الطبيب قال لي بان الاختصاصي
قال لي بان كنت تبعها في ليطا وليطا ما كيديروش الجلبه ديال بوشويكه. دابا هاد الوليد الثاني ما عرفتش واش نكمل ليه في البريفي ولا في ليطا باش ما يوقعش لي نفس المشكل اللي وقع لي في الوليد الاول. نعم واضح سؤالك ام امير وان شاء الله نجاوبك. الله يخليك بغيت نعرف كاينين شي جلبات اللي نديروهم في البريفي وجلبات اللي نديروهم في ليطا ووقتاش الا كان ممكن. شكرا لك. العفو ام امير، شكرا لك. تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. يمكن هذه النقطه نشرنا ليها في البدايه ديال الحلقه بطبيعه الحال ولكن ما فيها باس نذكروا لانه كاين الناس اللي الله التحقوا بنا. دكتور مولاي سعيد عفيف غادي ناخذوا هذه المره. امينه معنا من الرشيديه، صباح الخير امينه. السلام عليكم. عفاف والله كديني بخير. الحمد لله. نشكر الدكتور. وجدك بخير. انت بغيت نسول على عندي واحد البنيته عندها دابا 7 ودرت لها جلبه غير في ليطار درت لها الرابي ديال 5 وصافي. نعم. واش مازال يمكن نصدرك هذوك الاخرين اللي ما درتش التخيله. واضح ان شاء الله نجاوبك امينه. شكرا لك توصلتي معنا من الرشيديه. غادي ناخذوا سلوى هذه المره معنا من فرنسا. اهلا وسهلا بك سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هاك بغيت نسول الدكتور. عندي جوج وليدات، الأولى عندها 5 والثاني عنده 3، والمشكلة ما خداوش لي فيتامين. سلوى؟ نعم سلوى. قلت لك لي فاكسون داروهم مي لي فيتامين ما خداوهمش. نعم، اش من نوع ديال لي فيتامين كتكلمي عليهم؟ على حقاش انا عاد من بعد عاد عرفت بان كياخذوا كاع لي زونفون كياخذوا لي فيتامين دي لي فيتامين كا لي فيتامين سي. مي ولادي ما خداوهمش. الوليدات بزوج ديال 5 سنين وديال 3 سنين. تيقول لي صافي يعني كنعطيهم غير الحليب الطبيعي ديالي كيقول لك ما احتاج. ودابا انا خفت اللي اثر عليهم هذاك الشيء انه ما خداوش لي فيتامين. نعم شكرا لك سلوى. طيب غير قول لي انت الوليدات ديالك عايشين في فرنسا ماشي في المغرب؟ وين فرنسا معايا؟ فرنسا. نعم شكرا لكم. تحيه الجاليه المغربيه طبعا اوفياء ميد غاديو دائما هما منسين معنا ودائما كيتواصلوا معنا وكيسمعوا لنا طبعا عن طريق موقعنا الالكتروني www.medradio.ma. فتحيه لكم دائما الجاليه المغربيه كنقول لكم راكم دائما في البال. طيب حنا غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله. دكتور مولاي سعيد عفيف هي كتسنى الاجابه ديالك. فيمكن السؤال اللي مازال كيتكرر علينا هو دوك الجلبات اللي كيحس الام والاب انه فاتوا الوليد واش مازال عليهم الحال دائما؟ فانت شرتي وقلتي انه مادام الوليد ما عملش المرض وما بانوش عنده الاعراض اللي خاصين بالمرض فدائما كاين الحال مازال الوقت. هنا بالنسبه لام امير. نعم. اللي عندها جوج وليدات ديال 3 سنين و4 شهور، هنا في البدايه ديال اللقاء في المقدمه قلت بانه تنشوفوا واش اذا كانت الام عندها لاميتويل ديالها وعندها الكفاءه باش تشري الفاكسان من الصيدليه، فمهم انها تمشي لعند الطبيب الخاص لحقاش يكون هناك فحص تيكون واحد التتبع ديال النمو. ولكن كاطباء ديال الاطفال اللي تهمنا انه الدري يكون فاكسيني، اذا تنقولوا خص يكون واحد التكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. فهاد الام بما انها عارفه دابا بانه كاينين جلبات اللي ما تيداروش في القطاع العام فعندها الاختيار، اما عندها الكفاءه فتتجه للقطاع الخاص واما تتقدم ما بيناتهم تدير اللي في القطاع العام ومن بعد فاش يوصل الوقت تتمشي لعند الطبيب ديالها ديال الاطفال في القطاع الخاص وتتكمل الجلبات اللي ما كاينينش بما ان عندها اولاد. دونك خصها لا فاريسال وخصها ليباتيت ا. فاش غادي يوصل 5 سنين راه غادي يديروا ليها الرابيل، ولكن هي تكمل ديال 10 سنين وتكمل ديال 15 عام. وهنا راه تنشير بانه الطبيب ديال الاطفال تيبقى يشوف الوليدات كما قلت حتى ل 18 عام. وبالنسبه تنجاوبوا الاخت من الرشيديه امينه. نعم امينه، باش تنقولوا بانه كما قلنا ما حدو ما دارش المرض وتنعاودوها
كاين استدراك وكاين الوقت وتتصل بالطبيب ديال الاطفال اللي تتبعها وتتبع وليدتها وتيكمل لها لي فاكسان اللي ما تيداروش. نعم وهي نقطه كذلك باش اليوم رساله ندوزوها لكل الامهات والاباء دكتور مولاي سعيد عفيف باش ما نبقاوش نمسوا على داك التخوف انه راه نفس الفعاليه ديال التلقيحات اللي كاينين يعني عند السبيطار ديال الحومه راه نفسهم ديال القطاع الخاص يعني راه بحال وحنا تكميليين باش نحيدوا المرض. نعم كان سؤال ديال السلوى كذلك اللي تواصلت معنا من فرنسا. السلوى نعم مهم ومهم منها في فرنسا لحقاش غيمكن ليها دير بالنسبه للفيتامين سي ولا الفيتامين كما تحتاج تسطع راسها باسكو مثلا الفيتامين كتنعرفوا بانه من بعد شهر وكاع واخا تكون تتعطي الحليب ديالها في الاول لحقاش خص واحد الوقت باش داك لي بكتيري لي بيفيدوس يصاوبوا داك لا فيتامين ك هو داك الشيء علاش نعطيهم حنا ياخذوا واحد البرا ديال الفيتامين كي يشربها الطفل كل سيمانه وفاش يتزاد راه تندكولي هذيك لا فيتامين ك اون انترا مسكولير دونك فاش وصل هذا وما عمره ما تجرح ما عمره ما تشي حاجه وما كاين لا نزيف لا والو اذا هذا المشكله هو بالنسبه للفيتامين دي خصها تعرف بانه وخصوصا فرنسا ما عندهمش الشمس بزاف بانه الحليب ديال الام ما كافيش خصو هما فرنسا تعطيو الفيتامين دي كل نهار فورم دو غوت كل نهار في العامين الاولى اذا هنا سهل ودير تحليله مشي عند الطبيب ديالها وطلب منه بغينا ودير التحليله ديال الفيتامين دي ودير التحليله ديال ولدها ولا كان نقص راه كاين الدواء وتعطيه ليه باش تعوض هذا النقص. نعم شكرا لك دكتور مولاي سعيد عفيف جاوبتي على كل اسئلتي وعلى كل اسئله المستمعي الكرام اللي تواصلوا معنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه. شكرا لك على كل التوضيحات اللي كانت خاصه بموضوعنا اليوم اللي هو عن التلقيح الخاص بالاطفال. شكرا لك. احنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه. ان شاء الله موعد جديد غادي يجمعنا معكم في حلقه الغد دائما على الاذاعه القريبه منكم. غادي ما تنساوش غادي ان شاء الله ككل يوم ثلاثاء كيكون ضيفنا هو الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه الدكتور عبد الخالق القرمداني اللي غيكون حاضر معنا في حلقة الغد من برنامجكم صحة وسلامة. فان شاء الله كنتمنوا لكم بقية يوم سعيد وأوقات ممتعة قدوها معنا دائما على إذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إلى اللقاء.